Abdel Alim يونس دعنا ولد سنة 1949 يعني بعد النكبة ببضعة أشهر طبعا أمضيتها في سجون عديدة خلال هذا الاعتقال يعني قرأت درست طورت معارفي أتقنت اللغة العبرية وأنا الآن بدرس أيضا لغة عبرية في الجامعة إضافة إلى تاريخ فلسطين بدرسه في جامعة البوليتكنيك تأثرت كثيرا في المدرسة وفي الشارع وفي البيت من أحداث النكبة عشت بأجواء وطنية ضد الحركة الصهيونية وضد الاحتلال اليهودي لفلسطين وضد مشروع أو ضد وعد بلفور تأثرت كثيرا جدا بعبد الناصر وتطلعاته التقدمية وطروحاته الاشتراكية فحينما حصل طبعا تأثرت في عشت في جو كان الشعب في عدن في الجنوب العربي وفي كثير من المناطق العربية يناضل ضد الاستعمار فبالتالي كنت مدرك تماما أن هذا الاحتلال سيواجه بمقاومة شعبية كنت يعني توجيهي قد ذهبت إلى الأردن للدراسة في الجامعة الأردنية ناضلت في صفوف الحركة الطلابية وأيضا في تلك الوقت تم تدريبنا على كافة على الأسلحة المتوفرة آنذاك وأصبحنا نناضل يعني من أجل يعني ضد الاحتلال وخاصة يعني مساندة ومؤازرة المقاتلين الفلسطينيين في الأغوار الذين كانوا يخصفون القوات الإسرائيلية باستمرار دخلت الأرض المحتلة سنة 1971 والتقينا بمنظمات يسارية إسرائيلية مثل البلاك بانثرز الفهود السود وبعض شخصيات من هذه المنظمة اليسارية التي كانت تناضل من أجل التغيير الاجتماعي والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي كان في تلك الفترة هناك صراعات بين السفرديم والشكنزيم كان السفرديم أو اليهود الشرقيين يعيشوا في ظروف اجتماعية بالغة القسوة وبالغة الفقر وطبعا الشكناز كان هم يسيطروا على الدولة سواء الحكومة أو السلطة أو الأوضاع أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى وكانوا هم الرأسماليين فكانت المنظمة الفهود السود تلتقي في النضال من أجل ضد هؤلاء السفرديم طبعا التقيت بزعيم الفهود السود وهو دانيال الياهو سانسون سائيل وقال انه هو ضد الحركة الصهيونية وعلى استعداد ان يناضل ضد الحركة الصهيونية بكافة اشكال النضال وانا قال يعني انه على استعداد حتى يناضل عسكريا وحتى يثبت لي ذلك يعني كان يحضر لي الاسلحة والمتفجرات حتى يثبت انهم على استعداد للنضال والاستشهاد من اجل القضاء على الدولة العنصرية والحركة الصهيونية اللي كان يعتبرها حركة عنصرية كنازية ضد اليهود السفرديم وضد الديانة اليهودية حتى فكان يعني عملي ويقول بأنه يجب أنه إحنا نقلل من النظرية ونقلل من الأيديولوجيا نقلل من الحديث ونتجه نحو الأشياء أو نحو الأمور العملية هذا هو الرجل لكن أنا شعرت أنه كمان أنه ثقافته هي أقرب إلى الشرق وثقافته شرقية جدا جدا أكثر من علاقته مع الغرب طبعا اتعاملت بنفس ما مش مستوى دانيال ساسون سائيل ولكن التقيت معهم وكانوا يعني رائعين جدا ونظرتهم يعني لا تختلف جوهريا عن نظرتنا للحركة الصهيونية ونظرتنا للاستغلال والقهر اللي بواجهه المواطنين اليهود تحت ظل ما يسمى بدولة إسرائيل لذلك أنا لا أرى بالحل ولا أرى بالمفاوضات نحن نرى بأن الحل الديمقراطي ما وهو إقامة دولة ديمقراطية على كل أرض فلسطين منعيش فيها بمساواة